الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ألفا وأهلا بالكرام. سعينا للهمة العليا وتحقيق المرام بالود الذي نماه الإسلام بيننا وبالحب الذي ألف بين قلوبنا. نحييكم فأهلا وسهلا بكم في ميدان الحصين للرماية ببلدة الأبيض، الميدان الذي تم تأسيسه منذ أكثر ما يقارب 15 عاما، والذي كان ولا يزال هدفه الأسمى إحياء ما وصى به نبينا الكريم في حديثه: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وحيث أنه ومنذ تأسيس الميدان كان الجهد مكرس في إقامة مسابقات الرماية المتنوعة